ولا الضالين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اغفر لنا وارحمنا واغفر علينا يا عشرة. ايه يا اخي؟ ما تصبر شويه. هو انت واقف هنا بتعمل ايه؟ انت مالك؟ يا عم اهدى عليا شويه، الكلام اخده وعطى. اصل انا ناوي اشتري الارض دي، فعشان كده بسال. يا راجل، هما اخيرا لقوا لها مشتري؟ لا، وهي كانت بايره قوي كده؟ طبعا، ما هي لازم تبور بعد اللي حصل. وايه بقى اللي حصل؟ الارض دي اصلها كانت الملاذ الاخير لاسره حربي كرامه الله يرحمه، نقرا لهم الفاتحه. اصبر بس يا عم الحاج، ملاذ ايه وكرامه ايه؟ يا عم انت ما البلد كلها عارف. الارض دي كان فيها بيت وقع الناس اللي فيه وكلهم ماتوا. من ساعتها بقى والعياذ بالله بنسمع اصوات ونشوف حاجات كده، عشان كده ما حدش بيعود ناحيتها. يا راجل قول كلام غير ده. مش مصدقني؟ اسال اي حد في البلد هيقول لك. بلك انت الواد عبد الفتاح ابن اختي، بسم الله ما شاء الله عليه، عقبال ابن اختك كده، واتشاب طول بعرض كده شحط، بيمشي 2 كيلو زياده عشان ما يعديش من جنبه. ايه ده؟ للدرجه دي؟ واكتر. ايه الصوت ده؟ انت سامع؟ انت سمعته؟ ايوه سامع صوت. عشان ما قريتش الفتح، اقرا الفتحه بسرعه. ايه يا عم؟